السلام عليكم. كيما الناس الكل فقنا الصباح، الناس الكل تعاود في الهدف العالمي متاع حنا بعل المجبري، الناس الكل فرحانة بالمردود اللي قاعد يقدم فيه حنا بعل مع فريق برمنغهام سيتي، الناس الكل تستنى في آخر الموسم إن شاء الله باش تكون العودة متاعه عودة كبيرة النادي مانشستر يونايتد وياخذ الحظ متاعه. قاعد يعطي في أرقام كبيرة حتى في صحة التمريرات وفي التحرك في الميدان. بالنسبة للشامبيونشيب راهو دوري صعيب برشا، في برشا حركية وفي برشا اندفاع بدني، دونك حنا بعل المجبري اللي كيما رينا في أول المباريات متاعو نايف خاصة على المستوى البدني، ماهوش صحيح نحكيه بلغة الكورة، معناها ماهوش أجريسيف، ما يدخلش صحيح، ما ياخذش لوديال في وسط ميدان نادي برمنغهام. هذاك علاش من الأول بدأ بشوية بشوية، ومن بعد ما تعرف على الشامبيونشيب اللي خدمته برشا التجربة هذه من وجهة نظري، عرف اللي لازم يخدم خاصة على الجانب البدني، الجانب البدني اللي حسينا اللي حنا بعل المجبري تحسن برشا، واللي ياخذ الديال بالمرتاح، ما عادش بلغة الكرة نحكيه كل ملاعب اللي يتعصر بالكتف ويدز معناه ويفارع باش ياخذ الكرة، ولا بالمرتاح يحط بدنه وياخذ الكرة ويمشي ويشوف المساحات ويرى عنده فيزيون زادة للتيران بسم الله ما شاء الله. والشيء اللي يخليه زادة يلعب الكرات الثابتة اللي نعرفه الكرات الثابتة راهي ماهيش في نهار وليلة باش تعلمها، الكرات الثابتة اللي تمشي معاك من الصغرى، اللي تعرف اللي ساقك خاصة نحكيو على الشيفي متاعك تمشي مع تتحل ولا ما تتحلش الشيفي خاصة في الكورنير وإلا حتى في كفران كيما البارح، رينا الناس الكل تستنى في سونتراج ومن بعد يحل ساقه ويحل الشيفي متاعه ويحطها في البريمير وقت يعرف اللي حارس المرمى قاعد هارب اكثر للزون متاع السونتراج. دونك ملاعب يذكي، ملاعب خبيث بلغة الكرة، الملاعب هذا اللي كيما الناس الكل نتمنوا باش يكون لنا فخر تونس فخر العرب، كيما رياض محرز بالنسبة للجزائر، كيما محمد صلاح بالنسبة المصر، كيف كيف المروك عندها برشا اسامي، لكن المنتخب التونسي ونحن توانسه مازال نستناو فك الحلم، حلم متاع معناه باش يكون عندنا نسر موجود في فريق كبير في اوروبا باش يكون فخر العرب بالرسمي. وان شاء الله حنا بعل المجبري علاش ليه، خاطر عنده الامكانيات الكل الفنيه وخاصه البدنيه اللي اكتسبها حاليا في الشامبيونشيب، وان شاء الله المدرب تين هاج من بعد العوده من الاعاره يعطيه قيمته ويعطيه حجمه، وقاعد ان شاء الله يراقب فيه في شنو قاعد يعمل خاصه مع فريقه برمنغهام. الناس الكل ما بين قوسين مشتافين باش يخرج لنا الكستار هذاك اللي باش نقولوا روح عندنا ملاعبي مع المنتخب الوطني التونسي باش يعطيه القيمه نتاعو، ونعرفوا الحاجه هذه والحساسيه هذه تعطيك برشا اضافه خاصه في المسابقات الكبيره، نعرفوا اللي الملاعبي الكبير في اوروبا وقت حتى اللي باش يجي في كاس افريقيا حتى تولي ماهيش فوت الاربيتر كيرا الاسم نتاع الملاعب يعطيه كفران. دونك ان شاء الله علاش ليه حنا بعل المجبري باش يكون هو قائد الحلمه هذه، نعرفوا اللي العيدوني والا السخيري اللي هما قاعدين يقدموا في احسن مردود ليهم في المنتخب الوطني التونسي، ممكن واحد فيهم في اخر الكارير في الثلاثينات مثلا ينجم يخلط باش يلعب بالنادي كبير ومحترم في اوروبا. مين احكيه على ملاعب مازال صغير عمره 20 عام يلعب في برمنغهام سيتي اعاره من نادي مانشستر يونايتد، في الاغلبيه الملاعبيه اللي يخرجوا اعاره ما يقدموش اضافه كبيره، يدخلوا في حيط يدخل فيه مدود، يبداو يخمموا كيفاش باش يبداو المسيره نتاعهم مع الكابر، يبداو يحسوا فك الديفيرينسا ما بين فريق الاسبوار وفريق السينيور. والشيء هذا شفناه مع ولدنا رفيعه معناه دي يوفنتوس وقت اللي طلع للفريق الاول لعب معهم بعض المباريات، ومن بعد بشويه بشويه بدا يمكن يحس في الفارق الكبير اللي بينه وبين النجوم هذوك. حمزه رفيعه دخل فيه الدود، ما عندوش الشخصيه الكبيرة باش يعاود يرلانسي الكارير نتاعو باش يبدا الرحلة نتاعو من اول وجديد، ويقول اللي انا راني ملاعبي نستحق باش نرجع نهار اخر نادي يوفنتوس الايطالي. وقاعدين نراو في حمزة رفيعة اللي مشى للسيري سي، دونك حنا بعل المجبري عكس تماما مشى نادي برمنغهام، ممكن من غاديك يعرف اللي الشانس نتاعو للعودة لنادي مانشستر يونايتد وخاصة مع المشروع نتاع تين هاج وجلب النجوم، ويقول لك ممكن المأمورية باش تصعب عليا أكثر في الصيف، لكن حنا بعد ما خممش بالشيء هذا وما تخليش فيه الدود، قاعدين نراو اللي هو مسكر على روحه وقاعد يخدم خاصة الملاعب نحترموا فيه الخدمة والتطور البدني اللي شهدوا الملاعب هذه. الناس الكل راهو في أول مباريات وخاصة حتى مع المنتخب التونسي في كأس العرب وإلا حتى في مباراة ضد أرسنال مع مانشستر يونايتد شفنا تدخلات عنيفة، شفنا الملاعب اللي يتعصر باش ياخذ الكرة كما حكيت حتى في أول مباريات مع نادي برمنغهام، توا بسم الله ما شاء الله يحط ساقه ويتعدى ما على بالوش، معناه الديال قاعد ياخذ فيه بالمرتاح، الشيء هذا اللي يدل اللي الملاعبي عنده شخصية كبيرة، عنده الإمكانيات الفنية، عنده الفيزيون في التيران
والكفران هذيك اكبر دليل عنده زاد الكرات الثابته سلاح الكرات الثابته واللي كورنير والاسيست زاد اللي عامله البارح ما ننساوش. دونك ملاعب متكامل تنقصه كان الفرصه باش يلعب في فريق كبير كيما ناديه مانشستر يونايتد. دونك ان شاء الله حنا بعد المجبري واصل على المنوال هذا. وعلاش ليه برمنغهام سيتي تقرب اكثر للمراكز اللي تخول لهم باش ترجع للبريمير ليغ ويلعب مباريات البراج مباريات كبيره كيما نعرفوا تحظى برشا فرجه وبرشا انظار. وعلاش ليه من غاديك ينجم حتى يمشي الفريق اخر ابار مانشستر يونايتد. دونك ان شاء الله بالتوفيق ولدنا حنا بعد المجبري. الناس الكل فرحنا بالهدف هذاك الهدف الاول وان شاء الله مش الهدف الاخير وان شاء الله بالمزيد من التالق وان شاء الله بتبيع الحلم نتاع التوانسه الكل ومشجعين المنتخب الوطني التونسي انه يكون عندنا فخر العرب في تونس وان شاء الله حنا بعد المجبري باش يكون هو فخر العرب في تونس في المستقبل. دونك هاك وصلنا للنهايه نتاع الفيديو ما بقى لي كنقول لكم انا اترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.